في هذه الحلقة من السياحة في الصين سنتعرف على ثقافة قومية القازاق الثرية المتنوعة بشمالي شينجان، ونكون على قرب من كنز يرجع إلى ما قبل التاريخ. مرحبا بكم في سلسلة حلقات شينجان، معكم جيم سلام. سنبدأ من حيث انتهت زميلتنا غريتا، وتحديدا من مدينة ألتاي في شمالي شينجان. من حسن الطالع أن مهرجان أكن تان شان السنوي للموسيقى الشعبية يقام في المروج على بعد ساعة واحدة من توجهنا ناحية الشمال. إنه ليس مجرد مهرجان للموسيقى، وإنما عرض استثنائي لثقافة وتقاليد القازاق. ومن حسن حظنا أن هناك ممثلين نجوم سيقومون ببعض العروض. من المناسب إقامة مهرجان الموسيقى هنا، فبدو القزاق عاشوا في هذه المنطقة على رعي الأغنام والماشية لأكثر من 2000 سنة، وهم يتنقلون على مدار العام ما بين المراعي الشتوية والصيفية. ومن خلال تقاليدهم البدوية يمكن التخمين بأن تسميتهم بالقزاق مشتقة من كلمة تعني كثير الترحال. تعتبر قومية القزاق ثاني أكبر أقلية عرقية في شينجان، فهناك نحو 1.5 مليون قزاقي في الصين، يعيش أغلبهم في شمالي شينجان. ورغم أن المدينة قد طالت الكثير منهم، لكنهم ما زالوا فخورين بالحفاظ على تراثهم، وإلى يومنا هذا يغنون باللغة القزاقية ويعزفون الألحان القزاقية على آلات موسيقية قزاقية. ليس أمرا مستغربا أن يجمع مهرجان كهذا هؤلاء القزاقيين معا، ويمكن القول بأن الموسيقى الشعبية التقليدية هي خير معبر عن روح الشعب القزاقي. في النظر إلى ما حولي تجدني مثارا بسبب هذا الكم من الناس الذين يتمتعون اليوم بالنشاطات على ظهور الخيل، وهم يمتطون الخيل من مسابقة لأخرى. القزاق شعب معروف بفرسانه المهرة، والخيل بنظرهم تعبر عن الحرية. نجم على المروج، يريد كل واحد منا أن يلمس هذا البطل. يا لها من مقدمة لثقافة القازاق، يجب علي أن أصافحه من موطنهم القديم في المروج إلى مدينة ألتاي الحديثة، التي تتباهى الآن بأنها أكبر منطقة حضرية للقازاق في شينجان، مما يجعلها مكانا مثاليا لمعرفة كيف يستمتعون بحياة المدينة. It's the middle of summer, but Altai City is surprisingly cool, except for the sun rays. Oh, I've loved walking around the city along the green spaces and just breathing in the clean fresh air. بالإضافة إلى التراث القزاقي، فإن هذه المنطقة مشهورة بشيء آخر منذ العصور القديمة، إنه الذهب. في الحقيقة كلمة ألتاي تعني جبل الذهب، ومن المثير للدهشة أن جبل الذهب يعد عامل جذب لهواة التزلج. إذا كنت تخطط للمجيء إلى هنا، فعليك أن تحجز الفندق ورحلة الطيران مبكرا. السياح يتوافدون إلى هنا في فصل الصيف للاستمتاع بالطقس المعتدل وبالثلوج في فصل الشتاء.
نظرا لانخفاض درجة الحرارة في الشتاء، القزقيون ابتكروا طريقة للاحتفاظ بجو دافئ ولطيف. Felt rugs are really important to the Kazakhs, and every Kazakh family have these rugs, felt rug, all over their floor to keep them warm. And this lady here, she's really famous for making high-quality felt rugs, and I'm going to find out a bit more about how she actually makes them. في سالف الأيام كانت كل امرأة قزاقية على علم بصناعة الأغطية الصوفية، فالحاجة إلى هذه الصناعة كانت مطلبا أساسيا للتغلب على البيئة القاسية. 结婚之前都必须会。啊，对。是哈萨克族。下面的是。那墙上的这些。墙上的不是。啊，不是。啊，维族的。This is a very typical Kazakh family. I initially thought that everything in here was Kazakh, but actually, the rugs on the wall are actually Uyghur, and it just goes to show how the different ethnic minorities are actually influenced by one another. And the two things here, which are extremely important Kazakh items, are actually the felt rug, which are actually put on the floor and on the bed to keep the house warm. And then over there, that's the bride's embroidery, and she does that before she gets married. And they're all made differently as well. So when it comes to the felt rug, I have no idea how actually they put these two colors together. You want to guess how they do it? Right, mystery solved. I initially thought that what they did was they put the colors one on top of the other and then sewed it together. But actually, what they do is they draw the pattern first, and then they cut out the pattern, dye it, and then put it back here and then sew it together so that the finished product is actually level, so that there's no bumpy bits, so that when you're sitting down or lying down, it's really comfortable. Very nifty stuff. يصنع البدو القزاق هذه الأغطية من صوف الماشية التي يقومون بتربيتها. اليوم يعيش القزاق في المدينة، لكنهم ما زالوا يشترون هذه الأغطية الصوفية، وهي عندهم بمثابة وسيلة للحفاظ على تقاليدهم القديمة. التطريز هو أيضا تعبير آخر مهم عن هوية الثقافة القزاقية، إنه الجمع بين الأصالة والمعاصرة. وهذه التصميمات جميعها تخبرك أيضا بالقصة. 这个，放颜色的就是比较热闹的男孩子才有的。好，行，谢谢。Kazakh costumes are not only just colorful and beautiful, but they're really deep in meaning. And this red line here around the neck, it symbolizes that the woman's husband is still alive. And if it's yellow, then it means that he's passed away. So you don't even need to ask the question. And down here, the boss was telling me that. The more flowery it is, the more edges and horns are here. It means that the family is wealthy and prosperous, and it means that they have lots of offsprings as well. تعتبر المطرزات هدية قيمة، وباعتبار ألتاي واحدة من أكبر المدن في شمالي شنجان، فإن أسواقها تعد مكانا رائعا لشراء الهدايا التذكارية. ستبين لك الأسواق القديمة كيف يمارس المحليون أعمالهم اليومية. ومن المثير أن ترى الناس يقومون بالبيع والشراء في مكان ألفه البدو سوقا لعمليات المقايضة. أخبرني الباعة أن البدو أيضا يأتون إلى هنا للتسوق. عندما تزور الأسواق فهناك شيء ما يشدك، فأنا أجد فيها المعالم والروائح والأصوات، وهذه الأشياء تلازمني دائما. أفضل شيء في هذه الأسواق أنها تبدو محلية جدا، وهنا يمكنك أن تلقي نظرة على ما يأكله المحليون وما يشربونه ويلبسونه. What do you think of this? A bargain hat at 25 RMB. Traditional Kazakh hat with authentic design. Excellent stuff. Very happy. لاحقا سنعاين آلة موسيقية قزاقية خاصة، ونتمتع بشراب وأطعمة لذيذة على أنغام موسيقية ساحرة. لدى القبائل
القبائل البدوية آلات موسيقية خاصة بها، ولا يمكن للقزاقيين أن يستغنوا عن الدمبرة، أكثر الآلة أهمية عندهم. وقد اصطحبتني كمال حيث يصنعون هذه الآلة، وقد عرفت الكثير عنها. I've been reading this book on traditional Kazakh musical instruments. And according to this book, there were originally over 80 different musical instruments, but only about 60 survive to this day. And the most important of the instruments are the dombras here. And every Kazakh is actually expected to know how to play it, and they come in all sorts of different shapes and sizes. Hey, 这个是什么样的 dombra? 这是掌拨 dombra. Okay. 哈萨克族最常用的 dombra. Oh, okay. So this is the most common and popular types of dombra, okay? And you can find this everywhere and in every house, and it's played in a lot of special events. كمال عازفة دومبرا محترفة. لنرى. 这个怎么会有两个那个头啊？ 这是双头 dombra. 这上面是低音，下面是高音。 Oh, okay. So this is a double neck dombra, and the neck at the top is actually the low tone, and the neck at the bottom is the high tone. I wonder what Kamal is going to come up with next. Just full of surprises. 这个是什么形状的？天鹅 dombra. 啊，为什么是天鹅 dombra？ 因为天鹅在我们哈萨克族里面最神圣的动物，最崇拜天鹅。啊，okay. I don't think this is finished yet, but it's actually the swan dombra. Can you see? This is the head, this is the neck, the body here, and the wings. Quite a lot of fun. وفقا للموروث الشعبي، فإن طائر بجع أنقذ أحد الرعاة عندما عصفت به الريح. وقد تحول طائر البجع إلى امرأة جميلة، ثم تزوجا وأنجبا أطفالا أصبحوا فيما بعد القزاقيين الأوائل. وقد دعانا صاحب ورشة الدمرة لزيارة بيته. عندما تكون في غرفة مكتظة بالقزاقيين لا وقع بعض الإثارة. من الواضح أن كل واحد منهم يستطيع العزف. الدمبرة آلة موسيقية متعددة الاستعمال، تشبه إلى حد ما القيثارة أو آلة البانجو، وتستخدم في الغناء المنفرد أو مع مجموعة، ويتم العزف عليها من خلال العزف الوتري أو النقر على وتريها. أجلس هنا مع رفقة طيبة وأستمتع بموسيقى شجية، كما لو رحب بي من قبل عالم القزاقيين. It's officially my turn now. The moment I've been dreading. لكن من الواضح أني لست قزاقيا. Okay, I'm officially hopeless at this. Gonna put it down. 下雨了。这地方还远吗？快到了。快到了。 من منزل عائلة قزاقية عصرية إلى منزل عائلة قزاقية أخرى لنرى. We're only 20 minutes away from Altai City at Lasta Village. And as you can see, the mood has changed completely. It's so relaxing. 特别漂亮，这里。嗯，对。对啊，很绿。哦，我应该怎么跟老人打招呼啊？跟他说“阿斯拉马里康”。阿斯拉马里康。嗯，对。标准吗？标准。哎，好老师。OK，好，他在哪里？哎，阿斯拉马里康。يرحب بنا رب العائلة أشد ترحيب. فهذا من التقاليد البدوية، وبالإضافة إلى تقديم الشاي بالحليب مع بعض المخبوزات، فالبدو مشهورون بمنتجات الألبان. مالشی دیگر نیز نیز خلاصی لغزیرت کرد رو. جاکسو جدید. آه، یوچنشی جیم، فامیلی دیگر. آه، نبین بیشتر جیم کو. آه، بیوم بان لای بان چی. آه، آه. 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 آه
بعدما عرف الاستقرار والإقامة الدائمة. حسن الضيافة الذي يتمتعون به يجعلهم ضمن أكثر المضيفين كرما الذين قابلتهم في حياتي، وبصفتي شاهدا على هذا التقليد البدوي الذي لا يزال حيا عند القزاقيين المستقرين، فإنه يعد أمرا عظيما ومؤثرا للغاية. انتقلت هذه الأسرة إلى هنا منذ 20 عاما، وهي الآن مستقرة تماما وتشعر بالارتياح في هذه القرية الجذابة، وهي تنعم بالعيش في هذا المسكن الدائم رغم أن البيئة قد تغيرت من حولها، لكن تقاليد الشاي بالحليب لا يزال حاضرا بقوة. يفضل المحليون أن يضيفوا إليه الزبدة لجعله انسيابيا أكثر، ساخن ومليون بالطاقة. Straight to dessert. 一个小时就能吃了。啊，香香香。I'm salivating already. مدينة ألتاي مشهورة بالثلوج الكثيفة في الشتاء، لكنني وجدت وسيلة للتعامل مع هذا الأمر. Here we have it, the final product, the traditional Kazakh skis. They really cleverly made use of the natural flow of the horsehair. So as you can see, the natural flow is like this, this really smooth. So when you're going downhill, you can go as fast as you want, okay? And when you're going uphill, the opposite direction of the hair creates resistance. So you're not afraid that of skiing backward. Very clever. This is the ski poles. Instead of having two ski poles, which we use these days, they have this huge stick. And what they do is when they're going downhill, they dig this into the snow to create resistance so that they control their speed going down. Very handy stuff. I love it. وهناك المزيد. For centuries, the Kazakhs, as nomads, lived in these felt houses. And these were designed especially for the environment and their lifestyle. And they can be packed up and moved on horseback in a matter of hours. Let's come in and have a look. What do you think? Pretty open, huh? This thing here is the most important part of the structure. It's called the shangrat, and basically it symbolizes unity and family because it holds up the structure. It holds this felt house together. Fascinating. And you know, although they have a permanent house just to the side, they still use this because, as they say, classic architecture never go out of style. It looks like lunch is ready. قبل تناول الطعام توجه بالدعاء إلى الله لشكره على نعمة الطعام والترحيب بنا. الآن نحن أمام ما كنا ننتظره، إنها وليمة لحم الضأن المسلوق. لحم الضان مكون أساسي في النظام الغذائي هنا، وتناول أجزاء محددة منه يحمل معاني معينة. This man here, he cut off the sheep's ear and gave it to this little girl because she's the youngest member of the family, and it's supposed to mean that she should listen and be obedient. قاموا بسلق اللحم في الماء تماما مع بعض التوابل حتى أصبح طريا، ومن تقاليدهم تناول الطعام بالأيدي كما نفعل الآن. الحصول على فرصة لتناول الطعام مع عائلة قزاقية يعد امتيازا خاصا. يبدو أن القزاقيين مماثلون بالفطرة وتحديدا الأطفال، فهم لا يخجلون عند تقديمهم لبعض العروض. إذا كان جو المرح هذا يشجعك على المجيء إلى هنا فلا تتردد، سوف تكون قادرا على الإقامة هنا، فصاحب البيت مستعد لاصطحاب الزائرين إلى بيته للإقامة.
لاحقا سوف نرى بعض الرسوم التي ترجع إلى ما قبل التاريخ والسلع النفيسة، وسوف ننهي إقامتنا بكوب زبادي مشهور عند القزاق. إنه يوم لطيف من أيام الصيف، لكننا نتوجه الآن لنرى كنزا مهما يرجع إلى ما قبل التاريخ. So we've been told repeatedly that Alatai was the first place in the world where mankind first started to ski. And now we're going to see rock hard evidence of it. What is it? I'll tell you in a sec. Let's go. نحن الآن على وشك أن نرى الدليل الدامغ على عبقرية الناس في ألتاي في فترة ما قبل التاريخ، حيث تمكنوا من المشي على الثلج. We're finally here to see our rock hard evidence. We're really lucky because we've got Mr. O here. He's a local farmer and he's working in the fields today. He actually made a discovery which attracted worldwide attention. And 您这个是什么时候发现这个呢？是八三年的发现的。哦，是怎么样发现的？当时我们几个小朋友一块在这玩，年小狗在粘在这里，最后我们才发现这个。哦，这样。啊。Well, a lot of media outlets covered this. They came from all over the world to check this out. And scientists also came because it was of really special significance. Come up, I'll give you a hand. Okay, you okay? Oh, it's pretty steep. 好，您发现了以后，您告诉谁啊？哦，当时我们乡长一个乡长有个叫倪永明的乡长有，他告诉他要再往上面申报的。哦，这样。嗯。那您现在就得看护这个吗？啊，主要是我看护现在。哦，行，您先走。It's pretty narrow. You going first? توجد هنا كنوز متشابهة، لكن هذا الكنز مختلف عن غيره. إنه يظهر البداية القديمة لرياضة حديثة. اه،他们去迁移啊，都是用这种方法。哦，是这样啊。哦，这个有多少年的历史啊？这个？哦，这专家鉴定的是现在是一万多年了吧？一万多年了。你知道谁画的吗？哦，这个还不知道。 We have no idea who painted these rock art. It's amazing. I've never been so close to such an ancient painting. It's a real privilege. Take a look. Take a closer look. من الرسوم التاريخية إلى السلع النفيسة. My heart is thumping with excitement. It's not about this mountain scenery. It's about something else. تعتبر ألتاي جبل الذهب واحدة من المناطق الرئيسية المنتجة للذهب في الصين. وبالطبع نريد أن نرى المكان الذي يأتي منه الذهب. لذلك نحن هنا في أحد مناجم الذهب المحلية. 这就是我们今天出来的矿石。哦，徐先生看不到金子啊。哦，这个不能给我们直接看到金子。来，工人给我拿一下这个矿石标本。我们这矿石经过清洗以后，就是现在这个样子。哦，这样，这个上面的黄黄的是金子吗？啊，不是，这是黄铜矿。这金子和这黄铜矿伴生，我们要经过选矿和冶炼，最后才能出来金子。啊，这样。I can't believe it. This stone, once it's processed and cleaned, it turns into gold. Wow. I remember saying that of the 72 valleys in Alatai, they all have gold. So keep that in mind when you come next time. بعيدا عن الذهب، تعد ألتاي غنية بمصادر معدنية أخرى. وبالنسبة لهواة الأحجار الكريمة، يمكنهم شراء الأحجار ذات الألوان والأشكال المختلفة من المحال هنا. أو يمكن أن يجربوا حظهم على الطرق أو حتى على امتداد الأنهار التي تجري عبر جبل الذهب. See how it's pretty light? It's already 9 p.m. in Xinjiang. The summers here are really long. The summer days are quite long, so it gets dark really late. We've had a really long day, and I'm dying for a drink. Xinjiang is extremely famous for its dairy product, especially Alatai. And this area, although it looks pretty simple, it makes some of the best yogurts in town. So we're all going to have a go. Okay, I got mine. 喝吧。 نسيت السكر. It's really sour. It's like it's as strong as lemon juice. كانت إقامتنا هنا في مدينة ألتاي مزدحمة بالنشاطات، من الإثارة في المروج إلى زيارة البيوت المفتوحة والرسوم الرائعة الموجودة على الصخور.
لدى ألتاي الكثير من العروض، والأكثر من ذلك الشعور بالترحيب الحار. أستطيع الآن أن أفهم سبب اختيار العديد من القازقيين العيش هنا. Before coming here, Alatai has always held a mysterious allure to me. After spending the past week here, I live with bucket loads of memories. And the Kazakhs, I'll never forget their warm-hearted people and their entrancing culture. And on the next episode, though, we're going to Lake Kanas to hopefully see the monster there. So remember to tune in next time. Okay, I'm James Lam. Thanks for watching Travelogue.